عبد القادر، غياب عبد القادر طبعا، وعايز اتكلم على عبد القادر لان في حته فنيه شويه عايز اتكلم فيها. هسالك محمد، عبد القادر قدراته بتظهر بشكل كبير جدا في الثلث الاخير، هل تواجده مع قفشه في التشكيله الاساسيه ضروري الفتره اللي جايه، ولا انت شايف الادوار مختلفه؟ يعني الناس بتقارن عبد القادر وقفشه، عبد القادر وقفشه، انت شايف دور عبد القادر ازاي ودور قفشه ازاي؟ هل عندهم مهام متشابهه، ولا كل واحد عنده طريقته الخاصه في الاداء ويفيد فرقه النادي الاهلي بشكل او باخر؟ انا شايف ان كل واحد عنده طريقته الخاصه، يعني عبد القادر دايما من اللعيبه اللي بتعرف تقف برضو على الكوره زي قفشه، ولكن عبد القادر المهاره عاليه عنده، بيقدر ان هو يرقص، ان هو يضم من ناحيه الشمال بشكل كبير جدا، بيفكرني شويه بدياز دلوقتي مع ليفربول، بيقدر ان هو يخلق يعني برضو مساحات، ان هو بالمرونه المهاريه العاليه عنده بيقدر ان هو يحرك الفريق، وان هو يقدر ان هو يخلق فرص بشكل كبير جدا. وجوده مع قفشه مهم، ولكن برضو زي ما قال ثابت بتختلف من خصم للآخر، يعني من الفريق طريقة اللعب الخصم، هل هي تساعدني أو تجبرني أن أنا ألعب بقفشة مع عبد القادر، أو ألعب بعبد القادر فقط، أو ألعب بقفشة فقط، ده كله برضو بيكون مبني على تحليل الخصم بشكل كبير. وجودهم مع بعض قد يشكل طبعا قوة كبيرة جدا، ومن ناحية الشمال بوجه خاص، ولكن أنا بشوف أن وجود قفشة أكتر مع ضمه من نص الملعب في حالة مثلا الاعتماد على معلول أو نزول، لما بنشوف في مباريات كتيرة جدا بيقدر نلاقي طاهر بيروح ناحية الشمال، في وجود حسين الشحات زي ما شفنا في ناحية اليمين، بيقدر ان هو قفشة شوية ينزل كتمانية في بعض الأوقات، وينزل يستلم الكرة من نص الملعب، بيقدر يدور الكرة بشكل كويس جدا، وينقل الفريق في الثلث الهجومي بشكل أكبر من عبد القادر من ناحية شمال. بس انا في نقطه، بس قفشه وعبد القادر، قفشه احنا محتاجينه الفتره الجايه ان هو يخش، لازم ياخد برده يشارك، لانه فاك ستيف عنده مشكله في حته العمق الدفاعي، وعنده مشكله في الزون 14، فانت محتاج لعيب زي قفشه 4-2-3-1 خاصه في الماتش اللي على ملعبنا، بتتكلم ورا خط ورا الاثنين الارتكاز بالظبط. عبد القادر ملوش يعني، مش يعني مشاركة قفشة ملهاش، مش مرتبطة أنا شايفها بمشاركة عبد القادر. وعشان كده سألتك في طريقة اللعب، عبد القادر جناح أكتر يعني. مهمة.